بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع التقويم التشخيصي للمستوى الخامس في مادة اللغة العربية، لنبدأ بنص الانطلاق ونقرأه قراءة جيدة. التلوث البيئي. يهدد تلوث البيئة حياة الكائنات الحية تهديدا، وقد برزت هذه المشكلة نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي. ويشمل تلوث البيئة مجالات البر والبحر والهواء، وهو مشكل خطير غير من معالم كوكبنا يوما بعد يوم نحو الأسوأ. فالحرارة ألهبت ظهورنا، وتغيرات المناخ تهدد مناطق كثيرة بالفيضانات حينا وبالجفاف حين آخر، والمبيدات أفسدت الأرض، والغازات السامة المنبعثة من المصانع مزقت الأوزون، والقطع الجائر للأشجار نخر الغابات وهدد الحيوانات، ولوثت المياه بسبب السكان، وهذا تهديد لحياة جميع الكائنات الحية على الأرض. فهم المقروء: أولا، أتمم خريطة كلمة أفسدت. ثانيا، أبحث عن عائلة كلمة تلوث. ما هي المجالات التي يغطيها التلوث؟ ما هي الآثار التي يخلفها التلوث؟ أفسدت نوعها فعل، المرادف أتلفت وخربت، ضدها أصلحت. تركيبها في جملة مثلا: أفسد الأطفال الحديقة. عائلة كلمة تلوث: تلويث، ملوث، ملوث، وتلوث، متلوث. ما هي المجالات التي يغطيها التلوث؟ هي البر والبحر والهواء. والآثار التي يخلفها التلوث هي تغيير معالم الكوكب يوما بعد يوم نحو الأسوأ. أحدد الفكرة العامة للنص. أستخرج من النص العبارة التي تدل على أن التكنولوجيا هي سبب ظهور التلوث. أسطر تحت القيمة التي يروج لها النص: العمل والمحافظة على البيئة، الإخلاص، المثابرة. الفكرة العامة: مجالات تلوث البيئة ومخاطرها. وقد برزت هذه المشكلة نتيجة للتقدم التكنولوجي والصناعي، هي العبارة التي تدل على أن التكنولوجيا هي سبب ظهور التلوث. القيمة التي يروج لها النص هي المحافظة على البيئة. أصنف الكلمات التالية حسب نوعها: طهارة، إلى، ينظف، شجرة، ميناء، ملوث، يهدد. فعل، اسم حرف. أصنف الأفعال التالية حسب زمن تصريفه بوضع علامة في الخانة المناسبة: سمع، يستعد، اعتمد، اقرأ. إذن الأفعال هي يهدد وينظف، الأسماء طهارة، شجرة، ملوث، والحروف إلى من. سمع، فعل ماض. يستعد، فعل مضارع. اعتمد، فعل ماض. اقرأ، فعل أمر. أصنف الأفعال التالية حسب نوعها بوضع علامة في الخانة المناسبة. أحول الجملة التالية حسب المطلوب: هذا مواطن صالح. إذن نال، فعل أجوف. كتب، سالم. وجد، مثال. مد، مضعف. دنا، ناقص. أكل، مهموس. هذا مواطن صالح، نحول إلى المفرد المؤنث: هذه مواطنة صالحة. مثنى المؤنث: هاتان مواطنتان صالحتان. جمع المذكر: هؤلاء مواطنات صالحات. أكمل الجمل التالية حسب المطلوب: خالد ومحمد هما شاركا في المسرحية التي تتحدث عن التلوث. أتمم باسم موصول: قام التلاميذ بتنظيف الحديقة الكبيرة. أتمم بأسماء إشارة: التلاميذ المتميزون هم يحافظون على البيئة. أتمم باسم موصول. أكمل الجدول التالي بما يناسب. نستخرج من جمل ضمائر منفصلة والضمائر المتصلة. أعرف الأسماء الآتية حسب المطلوب: رحلة، كتاب، غابة، صديق. أعرف كل كلمة بأل وبالإضافة: خالد ومحمد هما اللذان شاركا في المسرحية التي تتحدث عن التلوث. قام هؤلاء التلاميذ بتنظيف هذه الحديقة الكبيرة. التلاميذ المتميزون هم الذين يحافظون على البيئة.
هن ينظفن ضمير منفصل هن والمتصل نون النسوة. أنا بادرت ضمير منفصل أنا والمتصل تاء متحركة. أنتم تلوثون أنتم ضمير منفصل والمتصل وواو الجماعة. نحن سقينا نحن ضمير منفصل والمتصل ونا دالة على الفاعل. رحلة الرحلة رحلة المدرسة. كتاب الكتاب كتاب الرياضيات. غابة الغابة غابة الصنوبر. صديق الصديق صديق طفول. التراكيب. أملأ الجدول التالي بوضع علامة في الخانة المناسبة. يشارك التلميذ في حملة تحسيسية ضد التلوث. المعامل تقذف غازات سامة في الجو. أملأ الجدول التالي بما يناسب. ينظف التلاميذ الساحة. رسمت لوحة. فعل وفاعل ومفعول به. إذا الجملة الأولى هي جملة فعلية لأنها تبتدئ بفعل، والجملة الثانية هي جملة اسمية لأنها تبتدئ باسم. ينظف فعل، تلاميذ فاعل، والساحة مفعول به. رسم فعل، تاء متحركة أو تو هي الفاعل، لوحة مفعول به. أركب جملا يكون بها الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به ضميرا متصلا. أضع الناسخ الفعلية أو الحرفية مكان النقط. إن كان الجو صحو. أضحى كأن تلوث مشكلا كبيرا. أصنف الأفعال الجمل التالية حسب نوعها. أذهبت الحرارة ظهورنا. تنبعث الغازات السامة من المصانع. يساهم قطع الأشجار في القضاء على الحيوانات. مثال للفاعل ضمير متصل يحافظون على البيئة، والفاعل هنا هو والجماعة. ومثال مفعول به ضمير متصل أعطاك جائزة، المفعول به هنا هو الكاف أو كاف الخطأ. إن الجو صحو لأن إن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. أضحى تلوث مشكلا كبيرا. أضحى تدخل على الجملة الإسمية فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. وأضحى هنا من الأخوات كان. ألهبت الحرارة ظهورنا. بما أن الفعل تعدى الفاعل إلى مفعول به فهو فعل متعد. وتنبعث الغازات السامة من المصانع. تنبعث اكتفت برفع الفاعل فهو فعل لازم. يساهم أيضا اكتفت برفع الفاعل فهو فعل. أكمل بما يناسب. استعمل المبيدات الحشرية بإفراط لن. يقطع المزارع الأشجار لم. أركب جملتين بهما حرف العطف التاليان واو وثم. أصل الكلمة المسطرة تحتها بالإعراب المناسب لها. يعمل الباحثان على القضاء على التلوث. يعمل يكافح العالم تلوث. قطعت الشجرة التي يفهمون لغة الحيوان. هذا حل مناسب لمشكل التلوث. إذا لن أستعمل المبيدات الحشرية بإفراط. لم يقطع المزارع الأشجار. مثال لجملة فيها واو كحرف عطف. ذهب علي وأحمد إلى السوق. ومثال ثم. اشترت الأم الخضر ثم طبختها. أصل الكلمة مسطر تحت بالإعراب المناسب. يعمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. تلوث مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نعت. الحيوان مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة على آخره. هذا اسم إشارة إلى السكون في محل رفع مبتدأ. الإملاء. أتم بتاء مناسبة. أكتب الهمزة المناسبة مكان النقط. أضع همزة الوصل أو القطع مكان النقط. أملأ الجدول بالاسم المناسب أي أسماء موصولة أو الأسماء إشارة. أضع علامات الترقيم من المناسبة في مكان النقط. الصوت تاء مبسوطة. فتاة تاء مربوطة. لافتات مبسوطة. بنات مربوطة. نجوت مبسوطة. كؤوس الهمزة على الواو. سأل الهمزة على الألف. شاطئ الهمزة على الياء. ضوء الهمزة على السطر. جاء أحمد همزة قطع. يحمل الكتاب همزة وصل.
انطلق همزة وصل، أيمن وهمزة قطع، وإيمان وهمزة قطع، في رحلة إلى همزة قطع فاس. الأسماء الموصولة الذي، التي، الذين، تملثان. أسماء إشارة هذا، هذه، هؤلاء، ثم هاتان. علامات الترقيم، قال علي نقطتان، لأن دائما بعد القول نضع نقطتان. ما أجمل الكتاب، علامة تعجب. كيف قضيت العطلة، علامة استفهام. وأين، أهو السفر، فاصلة، وأحب المطالعة، نقطة النهاية. التعبير الكتابي، أرتب الأحداث التالية بكتابة الأرقام من 1 إلى 5. الكشاف الشجاع، نزل الكشاف مسرعا إلى الغريق وأنقذه وعاد به أمام جماهير المسافرين. كان أحد الكشافين مسافرا في القطار، وبينما كان يطل من النافذة رأى غلاما يكاد يغرق في النهر. ركب الكشاف القطار وتابع رحلته، فقابلهم مسافرون باحترام وإعجاب. مد الكشاف يده إلى حبل جرس الخطر بالقطار فشده. سمع السائق الجرس فأوقف القطار بمهارة فائقة. إذا الجملة الأولى، كان أحد الكشافين مسافرا في القطار، وبينما كان يطل من النافذة رأى غلاما يكاد يغرق في النهر. مد الكشاف يده إلى حبل جرس الخطر بالقطار فشده. سمع السائق الجرس فوقف القطار بمهارة فائقة. نزل الكشاف مسرعا إلى الغريق وأنقذه وعاد به أمام جماهير المسافرين. ركب الكشاف القطار وتابع رحلته فقابله المسافرون باحترام. ثانيا، ألخص نص الانطلاق في حدود 4 أسطر. موظفا ومستثمرا، كل ما اكتسبته في مهارة التلخيص التي درستها بالمستوى الرابع. إذا بعد قراءة النص قراءات جيدة وفهمه جيدا نلخصه، وهذا نموذج للتلخيص. يعتبر التلوث البيئي مشكلة كبيرة تهدد جميع الكائنات الحية على الأرض، حيث أدى إلى تغيير معالم الكرة الأرضية نحو الأسوأ. فقد شمل التلوث جميع المجالات من بر وبحر وهب. شكرا على حسن تتبعكم، وإلى لقاء جديد مع مفتاح جديد من مفاتيح المعرفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.